بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لشابتر 5 اللي هو الكومبايند فوتينج، هنتكلم النهاردة على بارت 7، وده آخر جزء في اللونج، تصميم اللونج دايركشن بتاع الكومبايند فوتينج، الخطوات بتاعة تصميم الكومبايند فوتينج، ألا وهو إيجاد الحديد بتاعي في الاتجاه الطويل. طبعا أنت راسم المومنت الشكل دوت، وقلنا إن في بعض الناس تقول لك المومنت ده اللي على العمود، مش مشكله اعمله كده، والمومنت الثاني اعمله كده، والغي ده خالص، الغي ده خالص، ويبقى عندك كام عزم؟ عندي عزم 2 3 4. طيب نصمم بقى الحديد ده ازاي؟ يا اما تشتغل بالفيرست برينسيبل عن طريق تجيب الاي وبعدين تطلع الاريا اس عادي جدا وتقارنها بالاريا اس منهم، او تجيب على طول ها الاري اس بنجيبها ازاي؟ زي ما اتعلمنا، عبارة عن استخدام الجداول ام التميت على الجي في الدي في الاف ييلد، والجي بناخدها بكام؟ 0.826، نطلع قيمة مين؟ الحديد بتاعي لكل مومنت. عندي مومنت هنا وعندي مومنت هنا وعندي مومنت هنا، عشان زي ما اتفقنا لو تفتكروا قلنا الحديد بتاعي هيبقى علوي في النص، لكن هنا هيبقى سفلي وهيبقى هنا سفلي. يبقى انا جبت ثلاث انواع من الحديد او ثلاث مساحات من الحديد، هبقى عارف مكانهم محطوط فين كده. يبقى انا خلصت اللونج دايركشن، وهنبتدي في الجزء القادم ان احنا نشتغل على الشورت دايركشن. شكرا.